رمضانيات البركة. معركة بلاط الشهداء. دارت المعركة في موقع بين مدينتين بواتيه وتور الفرنسيتين بتاريخ الثاني رمضان 114 هجري الموافق للخامس والعشرين أكتوبر 732 ميلادي، وكانت بين المسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي وقوات الفرنجة والبوراغنديين بقيادة شارل مارتن، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة. بنك البركة الجزائري شركاء في الإنجاز.